صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 44 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة. جاء فيه يعاد تشكيل مجلس إدارة معهد الإدارة العامة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة وعضوية كل من وزير العمل، وزير الشؤون القانونية، وزير الصحة، وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير التنمية المستدامة، وزير التربية والتعليم، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، رئيس جهاز الخدمة المدنية، مدير عام معهد الإدارة العامة، السيد أحمد عبد الحميد الشيخ ممثلاً عن القطاع الخاص.